إجابة واحدة تتوقع كام المباراة دي؟ أنا أتوقع أنا إن شاء الله 2-0 للنادي الأهلي. 2-0 للنادي الأهلي، خدوا بالكم لأن هاني رمزي اللي هيكسب الجائزة دي في الآخر إن شاء الله. النادي الأهلي اللي هيكسب إن شاء الله. النادي الأهلي يا رب يكسب، يا رب نكسب إن شاء الله.